انت عندك ما شاء الله 4 اولاد، مهتاب واحمد وادم ودليد. مظبوط. مين فيهم حاسس ان هو شبهك اكتر؟ نقول مثلا شبهك في الشكل، ونقول مين فيهم شبهك اكتر في الصفات. تمام. انا عندي البيت مقسم بطريقه غريبه جدا، يعني عندي مثلا ايه، ادم طالع شبه احمد اخوه في الطباع بالملي. هو احمد بطريقته، مش عايز يعني، هو احمد يعني في كل حاجه، حتى الكحه بتاعته، حتى طريقته الله. حتى بيقول الكلام احيانا غلط، حتى يعني هو كوميدي في الحته دي، عارف ازاي؟ اه والله. مهتاب واخده الشكل الكوميدي شويه، هي مهتاب يعني لو مهتاب قعدت معاكي هتمشي معانا جامد. مش انت مش فاهمه كويس يعني. يعني خالد يوسف، محمد سامي، تامر حسني، كتير جدا جدا. يا ابني دي حرام عليهم، دي موهبه اللي مش عارف ايه الكلام ده. اقول لهم لا يعني خليك. ليه مش حابب بقى؟ طيب انا مش حابب يعني خالص، ولا مثلا عشان السن دلوقتي لسه صغير؟ لا خالص. خالص لا، ما هي تاب كبيره، ما هي تاب في جامعه بجد ما شاء الله. طب ليه؟ مش عارف، مش حابب. طب قول لي، يعني انا عارفه ان انت راجل حمش، وانا اموت في الراجل الحمش. طب ما يلا بقى جدا يعني. ما يلا انت، انا مستنيه بقى لك كتير. مش عارفه ايه اللي مأخرك كل ده. نجيب عقد واتنين شهود؟ لا، 4 شهود. اه على قد كل واحد على قده. 2 شهود ده للناس العاديه. على رايك. طيب انا عارفه انك مش موافق ان مراتك تشتغل، ليه؟ وهل لو ارتبطنا هتخليني اكمل شغل ولا لا؟ وهل هتحب شغلي وتدعمني وتقف ورايا ولا لا؟ انت سيبك تشتغلي. انت مفيش خوف عليكي، انت تنزلي تمرحي وتفرحي. مفيش قلق. والله يا شيماء مش عارف يعني، انا مش عارف يعني، انا شارق زياده عن اللازم، مش عارف يعني، انا مش عارف ابقى غير يعني، انا كده. انا كده. فده مش عدم ثقه في الوسط، او عدم ثقه في مراتي او بنتي، او خوف عليه، ما اعرفش. بس انا مش عارف، مش عارف، ملهاش معنى تاني. قلبي مش هيعجبني، ما اعرفش، مش هينفع الموضوع ده، مرفوض تماما. طب قول لي، ممكن تكرر تجربه الجواز مره ثالثه؟ لعبي في شعرك قوي يعني. دي مش هتبقى المره الثالثه. 15. يعني لا طبعا، بعد مراتي خلاص الموضوع يعني. احلى واجمل واطيب واجدع من كده ما اعتقدش ان انا هلاقي. والنبي يعني، ده انت ربنا مامتك داعيه لك، هنقول ايه؟ لا بجد. طب قول لي، بتغير عليك؟ بتغير عليك بقى اكيد. اكيد ما فيش ست طبعا بتحب جوزها وما بتغيرش عليه، اكيد طبعا بتغير عليها جدا. بس هي رنا من النوع اللي ما تبينش، بس انا بحسها فاهمها كويس قوي، فلذلك انا بحترمها جدا يعني، عارفه يعني، دايما براعي الحته دي في وجودها وعدم وجودها يعني. لازم ابقى كير جدا بالمنطقه دي، لان هو كده ما ينفعش غير كده يعني. طب امال ليه واحنا مسافرين مع بعض في الجونه قعدت ترقص معايا واديتني الرقم بتاعك، وقلت لي بقى خلينا نتكلم كتير وكده، وقلت لي والله انا متضايق قوي ان هي موجوده بصراحه، يا ريتها تمشي يعني، مش عارف هي لازقه لي في كل حته ليه؟ ليه عملت كده؟ هو انا معنى ان انا امنك على حاجه يا شيماء تقوليها كده في الـ؟ انا ما بخبيش حاجه على جمهوري، دول الانشين بتوعي عارفين كل حاجه. بس انا بصراحه، انت بتخبي، دي مشكلتك. انا بصراحه يعني حاسس ان انا هرتاح معاكي اكتر. طيب امال ليه بقى بسالك اهو السؤال، انك تتجوز مره ثالثه قلت لي لا؟ كلام بس كده عشان الهوا، لكن ما ينفعش يعني، يعني ده بيني وبينك كده. طيب اذا كان كده ماشي.